مريم، صباح الهنا عليكي طبعا وصباح السعادة، وأكيد سامعينك أنا وكريم وكل السادة دلوقتي اللي بيتابعونا، ومع طبعا أخبار النادي الأهلي عرفينا برضو عن الأجواء وفي نفس الوقت برضو الجو أخباره إيه، ولو عندك أي معلومات طبعا عن الحالة المرورية تفضلي طبعا يا مريم. بصبح عليك يا نهاوند، بصبح عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وجولة جديدة من داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة، جولة نهاية الأسبوع وعشرة الصبح في الأهلي. وطبعا يعني خليني أقول لك يا نهاوند، يمكن بالنسبة للأجواء فيمكن الإقبال يعني متوسط بعض الشيء، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة في الساعات الأولى من الصباح الباكر، وطبعا إن هو يوم عمل طبيعي فيمكن الإقبال يعني عكس الأيام الماضية كمان يمكن أقل بشكل بسيط. خليني أقول لك كمان يمكن عن برضو الأجواء المرورية، الحقيقة أن في سيولة مرورية كبيرة جدا في الطرق المؤدية لمقر النادي الأهلي باء الجزيرة، سواء كوبري السادس من أكتوبر، المحور كمان، دائري صفت اللبن، يعني كل الطرق الرئيسية دي الحقيقة أن هي بها سيولة مرورية كبيرة جدا. فأي حد حابب بقى أن هو يتوجه يعني لمقر النادي الأهلي باء الجزيرة علشان يستمتع بيومه، أكيد هيكون بالنسبة له يعني الطريق سهل. وأيضا كمان يعني مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة كمان هيكون برضو يعني الأجواء ألطف بالنسبة لناس كتير هيكونوا حابين ان هم يتوجهوا للمقر الرئيسي هنا بالجزيرة. خلينا بقى ننتقل لكل الفرق الرياضية الأخرى وأيضا الفريق الأول لكرة القدم، وطبعا بدايتنا مع الفريق الأول لكرة القدم اللي أكيد لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المقبلة أمام نادي أوراوا ريدز الياباني اللي هتقام إن شاء الله يوم الجمعة المقبل بالسعودية. يعني خلينا اقول لك ان خلاص بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي لا بديل عن الفوز امام نادي اوراوا ريدز الياباني، وتحقيق يعني انجاز جديد بيضاف لانجازات النادي الاهلي وتحقيق برونزيه جديده في كاس العالم للانديه. فالحقيقه خليني اقول لك يعني هوندو، خليني اقول لك يا كريم ان النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي مراهنه على الفريق الاول لكره القدم ان هو يحقق هذا الانجاز، خاصه يعني بعد الحزن الشديد اللي خيم على جماهير النادي الاهلي بعد الخسارة طبعا في المباراة الأخيرة وعدم التأهل لنهائي كأس العالم للأندية. خليني أقول لك كده يعني هايلايتس بالنسبة للي بيحصل في السعودية، وتحديدا ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة. خليني أقول لك إن يعني مستر مارسيل كولر كان خلاص كان بعد المباراة الأخيرة طبعا يعني قرر إن هو يكون تدريبات استشفائية أو ريكفري لكل اللي شاركوا في المباراة الأخيرة طبعا أمام فلومينينسي البرازيلي، والنهارده قرر ان هم يديهم راحه سلبيه، ده طبعا تجنبا للاجهاد، وحب ان هو يريحهم علشان يكونوا مرتاحين بشكل اكبر في المباراه المقبله، وهيستأنفوا بقى التدريبات تاني من بكره، وهيشارك فيها كل سواء الذين شاركوا في مباراه فلومينينسي او الذين لم يشاركوا، خاصه يعني كان في ريكفري لكل شاركوا بشكل اساسي في المباراه النهائيه او المباراه الاخيره يعني، وكانت يعني تدريبات بدنيه متنوعه للذين لم يشاركوا. فيعني النهارده هيكون راحة وإن شاء الله من بكرة بقى بيستأنفوا تدريباتهم مرة أخرى إن شاء الله استعدادا للمباراة المرتقبة أمام أوراوا ريدز الياباني. بنتمنى كل التوفيق طبعا لرجال النادي الأهلي ويرجعوا لنا إن شاء الله حاملين برونزية جديدة في كأس العالم للأندية. خلينا بقى ننتقل لقطاع الناشئين، الحقيقة إن قطاع الناشئين محقق أرقام كبيرة جدا، ده اللي إحنا متعودين منه على قطاع الناشئين طبعا، أكيد يعني وجوه واعدة ولاعبين كمان واعدين يعني بينتظرهم الفريق الأول لكرة القدم سواء في النادي الاهلي او خارج النادي الاهلي، يعني ان شاء الله زي ما احنا دايما بنشوف وبنتابع خلال السنوات الماضيه. البدايه طبعا مع فريق اهلي 2005 اللي قدر ان هو يحقق الفوز على امبي بركلات الترجيح بنتيجه 3-1. طبعا المباراه اقيمت امس على ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وده ضمن الجوله ال16 من بطوله الجمهوريه، وبكده قدر النادي الاهلي ان هو يوصل ل 28 نقطه، يعني تحديدا النادي الاهلي قطاع الناشئين 2005. والحقيقه ان هم امامهم عدد كبير من المباريات خلال الفتره المقبله، ولكن هم ماشيين حقيقه بخطى ثابته. اما بالنسبه لاهلي 2006 قدر ان هو ايضا يفوز على الشبان العالميه خارج ملعبه، والحقيقه اقيمت ايضا المباراه امس ولكن ما كانتش داخل ملعب النادي الاهلي بمدينه نصر، وده كان ضمن الجوله ال12 من بطوله منطقه القاهره. كسبوا طبعا بسكور كبير جدا 5-2 على فريق الشبان العالمية، والحقيقة ان هم
بكده يكونوا رفعوا رصيدهم ل 31 نقطة من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مباراة وحيدة فقط. أما بقى بالنسبة لأهلي 2008 فقدر إن هو يحقق الفوز على نادي بلدية المحلة بنتيجة 6-1، ده طبعا ضمن الجولة ال 14 ضمن بطولة أو منافسات بطولة الجمهورية، وأقيمت المباراة على ملعب النادي الأهلي بمدينة نصر، وبكده رفع رصيد طبعا الأهلي 2008 رصيده ل 39 نقطة. طبعا بنتمنى كل التوفيق لكل قطاعات الناشئين أو فرق الناشئين خلال الفترة المقبلة، عندهم تحديات كبيرة جدا سواء في بطولة منطقة القاهرة أو بطولة الجمهورية. خلينا بقى نروح لفرق السلة، والحقيقة أن فريق سيدات سلة الأهلي تحت قيادة كابتن طارق خيري، يعني زي ما احنا تابعنا طبعا نهواندو يا كريم بعد تحقيقهم بطولة منطقة القاهرة يوم الأحد الماضي، الحقيقة كان قرر كابتن طارق خيري والجهاز الفني والإداري أن هم يحصلوا على أجازة لمدة يومين، والنهاردة بقى أول يوم استئناف للتدريبات ليهم استعدادا لبطولة الدوري. هم طبعا حصلوا على هذه الإجازة خاصة أن يعني يمكن منافسات الدوري كان مقرر ليها أن هي تلعب يوم 23 من ديسمبر الجاري، ولكن تم تأجيلها ليوم 26، علشان كده حصل على طبعا راحة بعد تحقيق بطولة منطقة القاهرة واللي قدر ان هو يتغلب فيها على في النهائي طبعا على نادي الجزيرة، وكان يعني يمكن بسكور كبير جدا. والحقيقة ان هو النهاردة اول يوم استئناف للتدريبات علشان بقى يستعد استعداد قوي جدا لبطولة الدوري، وتبقى تالت بطولة بتضاف لسيدات سلة الاهلي بعد طبعا كأس السوبر وبعد بطولة منطقة القاهرة. كمان شباب سلة الاهلي 14 سنة قدروا ان هم يتوجوا ب بطولة دوري منطقة القاهرة عقب التغلب على نادي الجزيرة بنتيجة 87-56، وقدروا الحقيقة ان هم يتواجوا بهذه البطولة، وكان احتفال كبير جدا ليهم مساء امس بعد يعني استحواذهم على المباراة وبعد فوزهم وتتويجهم ببطولة دوري منطقة القاهرة. خلينا بقى نروح ل يعني فرق الطايرة، والحقيقة ان طايرة رجال او رجال طايرة الاهلي الماسترز طبعا كان عندهم مباراة هامة جدا ضمن منافسات بطولة الدوري، كانت مساء أمس وكانت بتلعب هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، طبعا كانت أمام نادي الشمس، وقدر رجال طايرة الأهلي أن هم يتغلبوا على نادي الشمس بنتيجة 3 أشواط مقابل لا شيء. كان يعني يمكن الشوط الأول كان 25-15، الثاني 25-17، والثالث 25-19. حقيقة أن هم هيكون عندهم مواجهة هامة برضو ضمن منافسات بطولة الدوري هتكون يوم السبت المقبل إن شاء الله أمام نادي دلفي. أما بالنسبة لسيدات طايرة الأهلي أيضا عندهم مباراة هامة إن شاء الله يوم الجمعة أمام نادي دلفي، ده ضمن منافسات بطولة الدوري، ده برضو بعد ما قدروا أن هم يتغلبوا أول أمس على نادي وادي دجلة ب3 أشواط نظيفة مقابل لا شيء. ده بالنسبة أو فيما يخص طبعا الفرق الرياضية الأخرى. خليني طبعا يعني بيهمنا نهواندو يا كريم أن احنا نعرض على كل جماهير النادي الأهلي كل الخدمات اللي بيتم تقديمها من الإدارة التنفيذية وأيضا يعني مجلس إدارة النادي الأهلي. خليني أقولك أن هم حددوا أو خصصوا يعني خط ساخن وهو 10907. الخط الساخن ده الحقيقة أن هم خصصوه لكل جماهير النادي الأهلي، للي حابب طبعا أن هو يستفسر عن العضويات سواء العضوية الرئيسية أو عضوية الفروع، طبعا العضويه العامه او عضويه الفروع، ويمكن دي التجربه الاولى بالنسبه لهذا الخط الساخن. اي حد يقدر ان هو يتكلم على هذا الخط ويسال عن كيفيه الاشتراك في النادي الاهلي وعضويات النادي الاهلي، ويمكن دي كانت تجربه اولى، ولكن هيتم تفعيلها خلال الفتره المقبله طبعا علشان يتم الاستفسار عن اي شيء كمان لاعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره وغيرها من الفروع. خليني اعيد تاني، الخط الساخن هو 10907، وده طبعا تم تخصيصه للنادي الاهلي بالاتفاق مع كافه شركات المحمول علشان يكون في تيسير لاعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ايضا ان هم حابين يستفسروا عن اي شيء. دي طبعا كانت كل اخبارنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. عجباني قوي كل التسهيلات اللي بيقدمها حقيقي مجلس الاداره والقائمين طبعا على كل ما يتطلب او كل ما يهم كمان جماهير النادي الاهلي، حقيقي بجد اعتقد ان احنا بنسمعه ده كل يوم بيقدم من خدمات فعلا ما بنسمعوش في اي نادي تاني. شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه على التغطيه الرائعه مريم سميح.